بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب قصة أهل نجران. غير نجران دد وحيها ينصارع يو تتنوحي خسو أراري أيو ربين وخشكيو. قال رحمه الله: حدثني عباس بن الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن حذيفة قال: وحر جاء العاقب. العاقب وننك أميرك وأهيك والسيد السيد كن ونن ومدحد وذكمدة صاحب نجران. نجران لابدين إنه مدحد كاها يا وحر إيما دين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أي غرب أن يلعناه إن إلا اللي حان تمام. قال فقال أحدهما متكود بوعك لصاحبه: لا تفعل أمني ولعانها نجلنين. فوالله لا إن كان النبي هدو النبي فلا عناه ملعنا أن لقلنا أون إسحبارنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا أنك إيو أبت كين وليقين خير إيو وناك أركمين. قال وحيرادين ويكبحين مركم ملعنا ذي ويكبحين: إنا نعطيك ما سألتنا وحن عرصتي وكسينينا ديار بين قطعي وابعث معنا رجلا أمينا أمين أهنا نراعي ونقدر ولا تبعث معنا إلا أمينا. قال: لا أبعثنا معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول رسول كلاه باء رنتاس وهن قلتاي ونبل وحيسري أما ذيك القدراء. قال النبي حرقم يا أبا عبيد ابن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق عن سلة بن زفر عن حذيفة قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث لنا رجلا أمينا. قال: لابعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. قصة عمان والبحرين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. محمد بن المنكدر باوح مغلي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. فلم يقدم مال البحرين ميمان حتى قبض الرسول رسولك إلهي انتو بنتكه ميمان يكذب يمت. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عيدة فليأتني. قال جابر: فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال: فأعطاني. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك ومرضا به فسألته حالا كعصدا فلم يعطني ثم أتيت فلم يعطني ثم أتيت الثالث فلم يعطني. فقلت له: قد أتيتك سد أحمر بانكويم فلم تعطيني ثم أتيتك فلم تعطيني ثم أتيتك فلم تعطيني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال وحي لجابر فقال وحي أبو بكر: أقلت تبخل عني؟ مساساتيري جابرو وأي داء أدوأ من البخل وقعنا ذيك عذر كدر المياة بجرابة. قال: ثلاثة أحمر أبو بكر كوعلي: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك مروى البوحان ربنا كسيو لكن فسد بنقول الرادين. وعن عمرو وحدثنا سفيان وسفيان باوح ناشا وسفيان بن عيينة عن عمرو وعمرو بن دينار عن محمد بن علي سمعت جابر بن عبد الله يقول: جئته أبو بكر بانو يميت فقال لي أبو بكر: عدها نيوبلتري. فعدتها فوجدتها 500. قال: خذ مثلها مرتين. باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم أشعريين مني وأنا منهم. حدثني عبد الله بن محمد المسندي وأيوة إسحاق بن نصر السعدي البخاري قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم ننقل إلى هذا يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي قال حدثنا ابن أبي زائدة ويحيى عن أبيه وزكريا. يحيى ابن زكريا ابن أبي آدم ابن أبي زائدة عن إراده
عن ابي اسحاق السبيعي عن الاسود بن يزيد عن ابي موسى قال قدمت انا واخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى انه انوهس بن مسعود وامه الا من اهل البيت من كثره دخولهم ولزومهم له. قال رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن ايوب عن ابي قلابه عن زاد قال لما قدم ابو موسى مركو يمد كوفه اصغ مدح اكرم هذا الحي اد وقدرين جري جاس كان ومن جرم وقال هذا جرم اللي هذا وانا لجلوس عنده موسى واكفر انه يتغدى دجاجا دجاجا او عنا وفي القوم رجل رجل نمبا كجر جالس فدعاه الى الغداء وحي ركال الى عن قال اني رايت ياكل شيئا فقدرت قال هلما وركاله فاني رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكله نبي سو الدجاج اما دجاج عنا انا اركي قال الى عن قال اني حلفت لا اكله قال هلما اخبرك عن يمينك دارت هذا سيده يلي انا كو شيغاي إنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر أنغا أو كوحا من الأشعريين النبي قال أنمد عليه الصلاة والسلام فاستحملناه فأبى أن يحملنا فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل قيل أو غنيمة فأمر لنا بخمس ذود فلما قبضناها قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه نبي دارتي سي وان هل مان سي ناي النبي غو دارتي دو دارتي سوغي هي نمسيان لا نفلح بعدها ابدا ولغين خير ارخمين فاتيت فقلت يا رسول انك علفت الا تحملنا وقد حملتنا قال اجل ووغهي ولكن لا اعلف على يميني فارى غيرها خيرا منا الا اتيت الذي هو خير منها كفاره دارتي وكفاره غدنا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري قال حدثنا ابو صخره جامع المشدد بالإرادة قال حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمران بن حسين قال جاءت بنو تميم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وياي فقال ابشروا يا بني تميم قالوا اما اذ بشرتنا فاعطنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من أهل اليمن ما شأنه قرب أمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى اليمن والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يضلع قرنا الشيطان الربيع الشيطان ربيع ومضى وعراق يعني أجل تمام عراق. حدثنا محمد بشار قال حدثنا من أبي عدين ومحمد عن شعبة عن سليمان أعمى شوي عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. وقال غندر عن شعبة عن سليمان سمعت ذكوان أول ما صامرنا عن ذكوان من صامرنا هذا أعمش وشاغي سماع عيسى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والفتنة ها هنا يطلع قرن الشيطان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب بايمت قال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يردن ما أودن أن يقرأوا كما تقرأوا. عبد الله بن مسعود سيدة أدو قرآن كأتقانه أن يردن ما يقانين قال وحير أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأوا عليك ويقانانه هدي أضربتنين أي كمدها وحال قرآن كآخر هذا باركي دون سيوي قال أجل هيا ويهي متأخر ده
قال وحر اقرا يا علقمه علقمه بالاخر. فقال زيد بن حدير باوحيري اخو زياد بن حدير باوحيري اتامر علقمه علقمه مياد امره ان يقرا وليس باقراينا قران كانوا هما قوم بدنا ركلوا كفي عن باجوا. قال وحر اما انك ان شئت اخبرتك وحن كوشيغا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوك شيغا في قومك هذيك قلد هذا وبنو اسد اه اي وقومي قلدي ساء اه قلد لي هذا نخع الى علقمه والنخعي نبي مركه قلد النخع لي هذا وامانه بنو اسد النبي وكديري مركه دي عربته حتى نشيغا دي خلاص كامس. فقرأت وحان أخريب يرى علقمة 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله يبقى خباب وحكيري كيف ترى هي كورا نكا قراءة ديسا. قال وحر قد أحسن وفي عيني هاي. قال عبد الله وحر ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه انت نقان ويقان أو قرآن نكا أنا بري مركا أردي ذي ذرق وفي في عمبو كجراه انت أنا قرآن نقان ويقان. ثم التفت إلى خباب خباب بوصاء من العصدوية وعليه خاتم من ذهب خباب من مركز فرقشي وذهب أوحرا. قال أوحر ألم يأني لهذا الخاتم أن يلقى فرقشي كان مفرانتي كان حلقي لطوري الهسول مقارن حلقي سي والله اسكحوري الهسول مجوه. قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم ما أنت كدي بورك ميسيدر فألقاه حفبو سي. رواه غندر عن شعبة. قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي لمن كدوس ليراده ويقول يمن كسوجي هذا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال جاء الطفيل بن عمرو الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دوسا قد هلكت وهي هلكت عصت وأبت إلى أبي عاصد ويديد إني صلى الله عليه فادعوا الله عليهم. قال اللهم اهدي دوسا واتي بهم الى سهنون يوم الى ويك. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن ابي هريره قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليله من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجتي وابغى غلام لي في الطريق. فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبين أنا عنده اطلع الغلام فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة هذا غلامك؟ فقلت هو لوجه الله يعني حر لوجه الله فاعتقته. باب قصة وفد طيء وحديث عدي بن حاتم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان قال حدثنا عبد الملك عن عمرو بن حريث المخزومي عن عدي بن حاتم قال أتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميه ومغعبا فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين عدي بن حاتم تقنده؟ قال بلى أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا. قال عدي فلا أبالي إذن هذا المغعي يقول إذا شيئين تسدأكتاي ويقف لن تهجري كلمة جعل مركينا دي مقعودة إن كلا دساسي تقانو. باب حجة الوداع سنة كي تبناد أمرك سوكالنا سنة كي وفود واك صوبعنا سنة كي تبناد. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها قال وحيت مرك أحاديثان نايمان دون تيوا حديث كلا دون مدول با حجة الوداع لفظي كجر أمبو كرب عصر بس حجة الوداع لفظي اسم كجرها وكينا. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ماشى سكربا فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل يصن حلال نغنين حتى يحل منهما جميعا إلا وقرانه. فقدمت معه مكة وأنا حائض ولم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى تنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من مالك تبناطة طواف كاسني أسكله
وحاس كله حج كاس كله كهرن وكي عمرة. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هل طواف بين الإيمان؟ حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وآية حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس إذا طاف بالبيت فقد حل. ابن عباس سويري فقلت وحان ابن جريج وآية فقلت عطاء وحان كويري من أين قال هذا ابن عباس وحقوق قيانه؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. ومن أمر النبي يقول أمر عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. ماذا شكرا بابا؟ قلت إنما كان ذلك بعد المعرف خسوا عرف كذبة. قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد عرف كوري كذبة. حدثني بيان قال حدثنا النضر قال أخبرنا الشعب عن قيس قال سمعت طارقا عن أبي موسى الأشعري قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء قال أحججت؟ قلت نعم. قال كيف هللت؟ قلت لبيك بإلال كإلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي. ملك قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام يعني في حجة الوداع رواية غرسة كتشتي وياي. حدثني إبراهيم المنذر قال أخبرنا أنس بن عياد قال حدثنا مصطفى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أخبرنا حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. فقال حفصة فما يمنعك؟ رسولك لا دوم حلال نغتي. قال لبت رأسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنحر هدي. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثني شعيب عن الزهري وقال محمد بن يوسف المشابز وحدها نك الإيراد الإمام البخاري بأوح ليه. وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب ماشى سوسيك صدعي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من قطعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال نعم. قال رحمه الله حدثني محمد قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصوى ومعه بلال وعثمان بن طلحة. مركوسان كيس ديدات لكن حجة الوداع عدو حوسو قليي لما يقانو. ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ عند البيت ثم قال لعثمان وحير ائتنا بالمفتاح فجاء بالمفتاح ففتح له الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان ثم أغلقوا عليهم الباب فمكث نهارا طويلا ثم خرج وابتدر الناس الدخول فسبقت فوجدت بلالا قائما من وراء البيت فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى بين ذينك العمودين المقدمين وكان البيت بيتك على ستة أعمدة سطرين لحتير بو قدسنا والله بصدر يعني بحول الجيدة سد حتير واستبطت الله oo isku aadaadan iyo saddex tiiro kale oo isdaba taal isku aadaadan inta soo marka dhexda saas waa deetana labada gidaa labada dhinac ka xiga marka tiirarka oo shubka ah oo kaabada dhexdeeda saddex waxay ahaayeen lix tiir saddex isku aadan oo hal sadar ah iyo saddex isku aadan oo hal sadar ah anagu marka xagu ku tukadeen weydiiyey markaas wuxuu yiri saddexdan soo iskuma aadana saddexdan kalena soo iskuma aadana labada صدر كان كنوع حجية وحجة يريد وقصوا قلي ما هنا إلى يريد مركو قصوا قالوا توس مركو سعد قدر بكتير دوانا سماها قدر كسمركا لبده تيرو وقح حجية وصدر كان كنوع حجية صدر كان كنوع حجية لحدو دو كتو كذي فهم سماه يعني هل كان سد حتيرو صفها يا لا سلام عكسوا قد أنتي نقصوا قلي دنا عيج نقصوا قلي هروس وصعدي معنى إذا مركل لبدي صف سد حذان تير يسد حذان تير نحذو ذو قصعة سوق السعودي لبدي تيره وجدا بي وحاجة جدار وحاجة نحذو ذو مركب كتب كذي جدار كيبو مركب قابلي فهم صوما تسكوا ضايع
وكان البيت على ستة أعمدة صدرين، صلى بين العمودين وحكوت كذا لبدتير لحدودة من الصدر المقدم وصدر كهراء، يعني كان هو حقايا إيكن كان هو حقايا لحدوده كنت كذا معنا وايا هاي. طيب وحو يري مركا وجعل باب البيت الباب كا كعبدنا خلف ظهري إلا ودمعه كسوى قليه قداش ببر كشتو مركا كوى الدنيا هاي. واستقبل بوجهه وجهه سوحو قابليه الذي يستقبلك متك أذيك سوى قابلة حين تلج البيت مركي قرق آكشو، يعني كعبادة مركا سوى قشو الباب كات كسوى قشو قدارك كسوى قابلة حق سوى قشو كذي بينه وبين الجدار قدارك إيو تيرر كمال أرد حيسا أيو كتو كذي لكن قدارك وقابلة. ويا قال ونسيت ابن عمر روح الوحان هل ما معنى سأله كم صلى وعند المكان الذي صلى في النبي ماشي كنت كذا وحي لي مرمرة حمراء مرمر ولا يعني متنالك وحنا نواي وعسبة يلي يجري مرمر متنالك. حدثنا أبو اليماء قال أخبرنا شعيب عن الجوري قال حدثني عروة بن الزبير أبو سلمة عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته مع أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر. حدثنا يعمر بن سليمان قال أخبرني ابن وهب قال حدثني عمرو بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لولا ندري ما حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأذنب في ذكره شيخ ذي سنبي وكفك هذه أدبغ الشيكي. وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته وأنذره نوح والنبيون من بعدي وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم وإنه يخرج فيكم وإن كسوا بحضانا فما خفي عليكم من شأنه وحكستو أهرمه سكم بذو إذن كقرصوما فليس يخفى عليكم إذن كما قرصونا أن ربكم ربيين ليس على ما يخفى عليكم ربيين تلمامه سقوى إذن كقرصونا إن يسنى هين إذن كقرصومي معي يعني أسر إيو ربي لسكين درسومي معي محايا ربي تلمامي سوا تقانان مركات ربي أنا هدو إذن يرادو تلمامه إلهي نواتقنان تلمامها سنة ملها أصده ننقل يا المسيح الدجال ثلاثة سد أحمر إن ربكم ليس بأعور إلبو سمحوه الجيد إن ننقل المسيح الدجال يرادو وإن أعور عين اليمنى كأن عين عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغتوا قالوا نعم قال الله مشهد ثلاثا وإلكم أويعكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة مشى صلى الله لم يحج بعدها حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى وساق سبيعي وحير مكان أنتو جوغي مربو حجي النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير استنست الناس قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال رحمه الله حدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة وياي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته كهيئة يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة ذو القعدة قاف وقرده يعني قعدة هذه ذو القعدة ومدي دقال كالغفري سنجرة يعني وذو الحجة حجة مركحة ذو أصلها انتهي وذو الحجة والمحرم والرجب والمضر الذي بين جمادى وشعبان
أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم. وقال محمد ومحمد بن سيرين وأحسبه ابن أبي بكر توحنوا ملاينا، قال إنه يروع رادكم من قدرنا وملاينا مسهوبا عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا بعدي الضلال، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه لكارسي أن يكون أوعى له حديثا من بعض من سمعه. فكان محمد بن سيرين إذا ذكره يقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال نبو حور ألا هل بلغت مرتين؟ قال رحمه الله حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أناسا من اليهود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وياي سفيان الثوري هذا ما أنت مقعي سوى الشيء سوى مارت عبد يوسف عن سفيان الثوري لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر أي آية؟ قالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر إني لأعلم أي مكان أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. عرفوا التغيير وما أنتم ما أنتم عايت هاي دتنا ننكي لديه جري ننكي لديه جري ننكي سأل كتاب قليلا الروض الأنف سهيلي بأوحر هدي ما ننكاس بشتو سقال أي هايت ما ننجمعان أي هايت بش الربيع الأول نبي وحر انت صلى الله عليه وسلم ربيع الأول لبيت من كذا ما لن سنين وحر لبيت من كذا ما لن سنين كو آدم يسويري مكتو سيسو سكس تدي لغده بشاس ذو الحجة أما صدن كذلك أما سغاي لواتن كذلك محرم صدن كذلك أما سغاي لواتن كذلك صفر صدن كذلك أما سغاي لواتن كذلك وحيري ربيع الأول لبيت من كذلك ما الاسنين لكو آدم يسو ساسو يري وطري مركو حسابي مركو لكن قابب حوغا لغو صحي كراجرا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قال وعتري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحجه ومنا من اهل بحج وعمره واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بالحج وجمع بين الحج والعمره فلم يحل حتى يوم النحر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك وقال هذا محن صامرني مالك يا كورنا يا عبد الله بن مسلم نقعنا والقعنا بصوما حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال وحيره عبد الله بن يوسف وحيره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع انت سقط راسه لكن عبد الله بن مسلم وحيره خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساس انت سكريو شاغي. حدثنا اسماعيل وحدثنا مالك مثله حدثنا مالك يا كوري فعلم نبي ويس يقول راعي عبد الله بن يوسف حجة الوداع بقدر أيوه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم وابن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عامر بن سعد عن النبي قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفتصدق بشدره؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امد لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن الباس سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وياهي أن توفي بمكة. حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أخبره ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. قال رحمه حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، فصار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سئل أسامة وأنا شاهد أني قوشوه عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. مرك أسامة النبي وحول السعودي مرك لقصة عرفة ولو سعودي ماشي للمزدلفة هبين كي قلبتي عرفة إلى عشيه يو نبي قلت سعودي عليه الصلاة والسلام صبحي تبنادنا نبي قفضل ابن عباس بار راعي. قال وحول العنق نبي عليه الصلاة والسلام وأردسينا فإذا وجد فجوة ميل بنهدورة نص وعيرنا. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن زيد الخضمي أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا وجم متأخرة. باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذ هم معه نبيا ويلجرين في جيش العسرة ما شاسوك الرواء وهي غزوة تبوك. مرخيني تي غزوة تبوك غزوة غزوة العسرة يعديس كاب الشيء هذا. مرك آيات في سورة توبة كجرتاهي معنى غزوة وحيقشي قينيس غزوة تبوك قشي قينيس وهي غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم قال والله لا أحملكم على شيء ووافقت النبي وحنك سؤالي وهو قضبان ولا أشعر ما نغير نعري سيهاي ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي وجد في نفسه علي نبي أن يعراضي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم ألبث إلا سويعة سعدية إذ سمعت بلال ينادي أي عبد الله ابن قيس فأجبته وإكنها نيري قال وحر أجب رسول رسولك لا بقوة عاهي أتك يدعوك وقوعا. فلما أتيت قال خذ هذين القرينين لبضان إسلحة لبضان أورو سكحرا قادوا وهذين القرينين لستة أبعرة متاعهن نبي وحين إذا مركا كيب سدي من سعدين سعد وكيب سدي سعد كاس لما يقان لك سعد بن عبادين وياي وعلي عكرتا. فانطلق بهن كحيص إلى أصحابك فقل وحتر هذا إن الله أو قال نبي وحر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء نبي قوان بقاديد إذن كغدقين أدقالك كوادان فاركبوهن. فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء نبي قاديد بو إذن كغدقين لحذان ناف ولكني والله لا أدعكم إذن كتقم آيه حتى ينطلق معي بعضكم إلى قركن إهراعان إلى من سمع مقالة رسول رسولك هذا الكيس قفك مغلاي لا تظنوا سيدنا نغم علينا أني حدثتكم شيئا إن شغل لم يقول رسول الله رسولك لو صلين عليه الصلاة والسلام يعني وحولي يا مركي هر انتو يمد بوحو نبي ونودي ذي خدب نبي وسوسي لاتكي غار كود مركي وحو يسرام يسير هذا نبي مركي رمو سنديدين النبي هدو ديدي لها محمد كانو سوسيي مركي وحولي يا لحذا الناس انت آدنا رران كهو وطوينا يتخرع عضان
ديتنا عاد إلى تختار مركي نبي ويديدا يا دتكي مقلاي قدمنا إنه سوسي لديك مرقاتك راعة. قالوا وحير هذا والله إنك عندنا المصدقون نن وركي سان رميسناتها ولا نفعلن ما أحببت لك دساس أجعشة وقراعنا. فانطلق أبو موسى بنفر منهم قلوه روك حيسي حتى أتوا الذين لا يوتكي رقي سمعوا قول رسول رسولك لا مغلاي منعه إياه مركو ديذاي بل كده يسوي نبي ويدي ذي وأقوانه. ثم إعطاءهم بعد كده من النبي نسيي فحدثوهم وحي أشيك يا رقي أبو موسى لسعودي بمثل ما حدثهم به أبو موسى. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا قال وحر تخلفني في السبيان والنساء رسولك الله عرورتي وإن كما تقول ريبي. قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي لكن نبي قدم بيا مجروا. وقال أبو داود حدثنا شعبة عن الحكم سمعت مصعبان قدم عن صومرنا شعبة عن الحكم عن مصعب صومين صومر سمعت مصعبا سمع عصر غربا. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني صفان بن يعلى بن أمية عن نبي قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة قال كان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق أعمالي عندي من أوكرسوني بدنا. قال عطاء فقال صفوان قال يعيا قال يعلى وحير فكان لي جن فقاتل الإنسان فعض أحدهما يد الآخر. قال عطاء وحير فلقد أخبرني صفوان وأبي إشيق أيهما عض الآخر فنسيته لبدو ذاك وحقنيني وابل إيشيغيه وإلوبي. قال وحيري ننقل إلى هذا يعلى فانتزع المعضود مثل لقنين يده كعنتيسا المعضود يده يده تسمى إذن قرن إذن قرن ينتهى المعضود يده فانتزع المعضود مثل لقنين يده يا وين خرج يعني المعضود يده طيب مركب مفعول به لا قد يقول بنزع الخافت يا فانتزع المعضود يده او انتزع المفعول به لا قد يقول طيب فانتزع وحو صو جيتي المعضود كي لقنين بيده وكعند سوكا سوجيتي من في العاد متكي وحقنين اي افكي سوكا سوجيتي فانتزع مركز وحو بنان كقصوتور احدى ثنيته فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر ثنيته. قال عطاء وحسبت وحن ام علينا انه قال انو يري صفوان قال النبي صلى الله عليه وسلم افيدع يده في فيك تقضمها كان في فحل يقضمها. حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا حديث كصومرنا صومعين صومعين صومرين مين صومرين حديث كعب بن مالك يا قال رحمه الله حدثنا يحيى البخاري قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حين عمياء قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك حين تخلف مركوهر عن قصة تبوك بإيغشي كيي واي معنى. قال كعب وحر لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت أنو وحانا تخلفت في غزوة بدرين ولم يعاتب نبي معنانا أحدا قفنا ما إذين تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر متكحوك بذن كهن تبذن حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط مركز كهر ولي غير لبني فوق غيره ما لسوك مكينسا
أندولنك أذروا حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله رسول الله وحكو آذي وحدولانك قال في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا سفر فقنا نبقى فودو ساري ومفازا قل أن عدنا كنا عليه وعدوا كثيرا وأه لمن كيرهم فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا سيؤد يرقربا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد كتاب حافظ حكوة الديوان ديوان الأغرى دلي هذا ما كان كارو قال كعب محرف ما رجل يريد أن يتغير إلا ظن أن سيخفى له ننكي إنه دون طرباه وحي الله إذن له منكر محي العيدن كوث وقارة إنت سوى كن ويقارة مرخي يتبع دي عيدن كويريها ولا تبي لها لكن دل تبي معي ما لم ينزل فيه وحي الله وحي الله دوشا كسوى ديغن وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والذلال مركي مريه أو بسلاذي هركين أو فيعنا ذي أو قيد هرفي عن إليه وتجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم سيان ولدي يركروب فأرجع ولم أقضي شيئا أنا وحبا عنك أنسا فأقول في نفسي وحن سليا أنا قادر عليه ومركا ربان وبيحي كراهدي فلم يزل يتمادى بي إنه إلى فقانا حتى اشتد بالناس الجد إلى ذلك الدال كودي وصقل العظيم إلا مروا بالبحر فأصبح رسول الله عليه السلام والمسلمون معه بوحي النقضين كو بحتان كودو سردو يهي ولم أقضي من جهازي شيئا دير قروا جيدين وحبكما باللعبين بحتا ما أنا باللعبين فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين وهي سكبحين مركي بحان ماني لا ماني كدي بنت ديار كرو ده كده بتجي لما نفوق له واحد وطار ده رايا ثم الحق ما كده بتجا فغدوت بعد أن فصلوا مركي مقال ذي كبحين بانسوك الله اللي أتجهز فرجعت فغدوت بانسوك الله بعد أن فصلوا اللي أتجهز فرجعت وصلى عطي ولا مقضي شيء ثم غدوت ثم رجعت ولا مقضي شيء فلم يزل بي حتى أسرع وتفارط حتى أسرع إلى نفسي وتفارط الغزو دولاكن وفقادي عيدن كتك مركان انت سو كيلومتر بو كحق مري وهممت ان ارتحل ان رفتو فادركهم وليتني فعلت ان اساسي الي في عنايدة فلم يقدر لي ذلك لكن لي ما بقدرين با فكنت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم احزنني وحا مربي غفلا أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق إن أنا بأركين من منافق أني مقدرا أو رجلا من عذر الله من الضعفاء إيوه دات كان أركاه هوين يعرف تمرك على غره برد الجوجاه أما ورد إلى أعذر داري ودقالكم أنجلي كرنو أما إن دولا أما جيس أما وأنين منافق أني مقوئ عليسا نين عادي مجوغو ولم يذكرني رسول الله رسول الله ما حسوسا عليه الصلاة والسلام حتى بلغ تبوك إلا قفلنا عفيرنا ما بجريه ولا دقائق سيدي لو سعدي با تبوك مركي لدقيبا لسفيريو وحالي ننكي كعب المالكة آو فقال هو جالس في القوم بتبوك وحرما فعل كعب ورنكي كعب حقي كبحي حقي هذه فقال الرجل من بني سلم وحر يا رسول الله حبسه برده ونظره في عطفيه ننكاس حرقه أيو عيدن كوهاري لبن مريو عصبه ويستاه لنعان مر بوئيه مر لنعان بوئيه ننكاس حرقه ديس كما بطنا ساسوه قال معنى جل وحر بئس ما قلت هذا الحمد أويرنيه والله إله بان قدرنا يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كعب بن علي وعرف لما بلغني أنه توجه النبي أنه سوجه استيقافلا حضرني همي والولكي يجيب يمد بجر وطفقت أتذكر الكذبة وحمد الله بنا عن حصوص بين وأقول وحنا لا يهي وأنه عن سوشاكينا بماذا أخرج من سخطي قدم بريها دوكي هذا محاكم مغنيت
نبي عردي سمحت وقب بحسن كرتا محب أنه أشيخ تا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي قيس عدك استوء عقل يقراد له وقال ميستي فلما قيل مركي لي إن رسول الله رسولك لا قد أضل هركي سي أيا سوغاري مغالا ذا مدينة قادمنا سوغا سوغا أضل معنى ذا حي ومركو سوغوية إلا قفك هوس كيس وكهر ريا مركو هوس كيسي ومغالا ذا مدينة سوغاري زاح عني الباطل بنتي نوا إغتكتي وعرفت أني لن أخرج منه أبدا إنا نغبح بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه وأن بانكاري إنا رنت أشياء وحرستك حريقي وأصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع في ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون كوي كهاري فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 89 رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم بايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قديت كايس وما أذن إبسا قلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا من أهل الدنيا حجر يعني بقر أمنين مدحة عندنا أكتي سفريسان لها لرأيت أن سأخرج من سخطي بعذر عذر أن أشيغه وي قراب الهم حي لو حنو شيغه ما انا واين وحيره ولقد اعديت جدلا حي له وحل اسي او الهي او اسيي افتهنم نفتهن هاي ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني اديك رالنا وانا لا يوشك ان الله يسخطك عليه الهي وحو لا سو دغدغ دون انو كعريسي او ليرادو وحو كو شيغه وا بين لكن الدين بقرا ان مدحه كلام بان وشو وحي ما كسو دغا مايا ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه ادي وحناقه اني لارجو فيه عفو الله لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك ما لن ان كهن تبدناي وان كحوق بدناي وان كفراق بدناي مجري مركان كهري فقال رسول الله وحر عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق ما اسم حلقة فهمه كوي هرئ إني بن شيغاي فقم حتى يقضي الله فيك فقمت ديتنا كوي هرئ هل قوي لمدهين هل قوي هجر لمدهين محايا لي قفك لغا هجرونا أو لقوينا والعنانا وقف قيمة له وإلهي رسول كسو يجعلهين واي قف لحج على ضدك وكاهي صعب لكن واحد بلاش أو معنى أن اللهين محل غير جرود أول بيبرد انتاني واحد انتايا هايين وثار الرجال من بني سلمة فاتبعوني وصوحوا مين ويصرعني فقالوا لي ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول رسولك إلهي نادو عذر دارته واتكري ويسي بما اعتذر إليه المتخلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك حداد نبيك انت عذر دارته ونبيك وكوه يدعو إليه دمنا فإن سابقه في النيت قال وحرف والله ما زال يؤنبونني إني عناني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي انت أن لابت النبيك رسولك لو يحدى ينكو شيئا وحكي جرم له عذر دار بعن لها ثم قلت له ما لقي هذا معي أحد قالوا نعم رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت من هما قالوا وحيراذين مرار بن الربيع العمري العامري نوالرا وهلال بن أمي الواقفي فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت عن غيب يري حتى حين ذكروهما لي ملك يشيئا هذا بالتوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه